كيف نخرج من شدائدنا وتعابنا ونتشفع بالقديسين ونطلب سند الست العذراء أم النور وشفاعة ماري جرجس وشفاعة الملاك ميخائيل، وأمسك الصورة بتاعت الآباء القديسين وخصوصا الست العذراء أم النور، أقول لها بطريقة حكيمة: يا ماما أنا تعبان، أنا تعبان. كلمة بتاعتها تقول: إحنا ولادك نحكي جهادك، شمع بتنور لينا. يعني بنسلك زي ما أنت بتسلك، كل ما الشتا يزداد في العالم أنت الشمس اللي تدفينا. إيه الشتا ده؟ لا تعال، شمس تنور وما تحرقش، شمس تخلي الكل فرحان، تبقى حياتنا سعيدة جميلة لما النور يظهر ويبان. انت العذراء وام النور، انت الحضن وانت الحب. واطلع من المخدع بتاعي وفي حل، اذا سالوني الحل ايه، في يد الست العذراء ام النور مع جورجيوس.